وصلتوا عليها في الجبل عام ولكن مازال ما في الدول. حنا نواصلوا هذه المسيره هذه ان شاء الله، ولكن الاخوه ديالنا خصهم يتحركوا شويه ونوضوا شويه الصداقه. راه ماشي معقول يبقى الامور ديما هكا ديما يبقاو يديروا يسيفطوا الريترا ولا يسيفطوا. خصهم يتحركوا شويه والمسافرين قالوا يتحركوا والناس اللي خدامين يتحركوا. لان باش السيد حميد فضيلي رئيس جمعية الأخوة لمتقاعدي القطاع العام بالخميسات، اليوم تم الجمع العام العادي بمقر دار الشباب 20 غشت، حيث تناولنا التقرير الأدبي والتقرير المالي وتم تجديد المكتب. هذه الجمعية التي تأسست منذ 8 سنوات تهدف إلى الرفع من مستوى المادي والمعنوي للمتقاعدين. كذلك عملنا على مجموعة ديال المسائل في هذه المدة. الشيء الذي ينقصنا هو المقر، وطالبنا من السلطات المحلية والإقليمية والجهوية باش أننا توفرنا واحد الفضاء كما هو معمول به في جميع الأقاليم. كذلك هذا المقر هذا اللي غادي يكون مقر لهاد الناس هادو اللي قدموا خدمات جليلة لهذا الوطن، وكلهم عندهم تجربة كبيرة وكلهم أطور وكذا، وتيتمناو من الناس المسؤولين يراعيوا لهذه المسألة هذه. وكذلك على الصعيد الوطني كنتمناو أنهم يحاولوا يرفعوا من الأجور ديال هاد المتقاعدين حسب ما هو حسب الزيادات التي تتم في جميع المواد وفي جميع المسائل الخدمات. إذن تنطلبوا من المسؤولين يراعيوا شويه لهذه الفئه هذه اللي قدمت خدمات كثيره وفنات زهره العمر ديالها على هذا الوطن هذا. إذن نطلبوا منهم باش يلتفتوا واحد الالتفاته ويرفعوا من المستوى المادي والمعنوي للمتقاعدين والمتقاعدات، وشكرا. السعاده في هؤلاء الفئه هذه الفئه، اللهم يا رب يسر لنا امورنا ولحاجاتنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وارحمنا وارحم والدينا وارحم جميع المسلمين امين والحمد لله رب العالمين.